هي أوجه الاتفاق والاختلاف أيضا بين النظامين المصري والتركي بشأن ليبيا؟ عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن النظام في مصر يرى أن أحد أهم الأخطار التي تواجهه هو بناء نموذج ديمقراطي في ليبيا يمكن أن يتشكل على خلفية انتخابات ويأتي بأوجه جديدة غير خاضعة للسيطرة أو غير قابلة للسيطرة على سبيل المثال، لأنه كان يراهن على حفتر في مرحلة استمرت من 2014 إلى 2021، ثم راهن بعد ذلك على فتح بشاغة في من منذ بداية 2022 عندما بدأ الجدل حول بشاغة ودوره. ولكن هناك عدة تحديات. التحدي الأول هو فكرة بناء نموذج ديمقراطي حقيقي في ليبيا يمكن أن يشكل أزمة حقيقية لهذا النظام الذي يراهن على مستبدين في الدول الجوار. الملف الآخر هو ملف الإسلاميين في ليبيا وإلى أي مدى يمكن أن يشكلوا حواضن لعدد من القوى والتيارات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها القوى الإسلامية في مصر. الملف الثالث هو عدم القدرة على السيطرة على منطقة شرق ليبيا، لأنه كان يطمح إلى أن يحصل على جزء أو حصة من النفط الليبي إما مجانا أو بأسعار مخفضة. وكذلك أيضا الملف الآخر هو الاصطدام بالأجندة الاصطدام بمكون آخر مهم أو فصيل آخر مهم يتمثل في فكرة استقلالية أو خروج ليبيا كما حاول أن يرسم له دورا مؤثرا وفعلا فيها، خروجها عن الصف أو عن السيطرة في هذه المرحلة. طيب وماذا تريد تركيا؟ يعني تركيا في هذه الملفات الأربعة لماذا تختلف مع مصر فيه؟ لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن مصر الأجندة مختلفة فيما يتعلق بالموقف من الإسلاميين، هذا أولا. الاثنين، مصر ترى في تركيا منافسا استراتيجيا لها فيما يتعلق بمشروعات إعادة الإعمار وخاصة في مشروعات البنية التحتية. ثالثا أن مصر تتحرك في إطار مجموعة من الفواعل أو مجموعة من الأطراف والتنظيمات الإقليمية مثل منتدى البحر المتوسط لمنتدى الغاز في البحر المتوسط، وهذا المنتدى عندما تأسس كان يستهدف بالدرجة الأولى المصالح والحضور التركي في منطقة شرق المتوسط وفي ملف الغاز، وبالتالي هناك تناقض أو عدم توافق أو تقاطع في المصالح في ملف ترسيم الحدود الذي تم باتفاقية نوفمبر 19 نوفمبر 27 نوفمبر 2019 بين مصر بين تركيا وليبيا. وبالتالي التعارض في ملف ترسيم الحدود، التعارض في ملف الغاز الليبي والنفط الليبي، التعارض في ملف إعادة الإعمار، التعارض في ملف الرهانات على القوى والمكونات السياسية في الداخل الليبي. طيب المساعدات التي أرسلها النظام المصري إلى تركيا والوقوف مع تركيا في أزمة الزلزال، هل يعني تقوم بالإسراع من عملية التقارب المصري التركي ولا لا؟ التقارب الدبلوماسي والسياسي بعيد عن هذه المواقف. هي يمكن أن تؤدي إلى ذلك يا دكتور، لأنه في يوم 15 فبراير الماضي كان هناك اجتماع لرئيس الوزراء المصري مع عدد من رجال الأعمال الأتراك على سبيل المثال، وكان هناك احتفاء بأنه تم الاتفاق على ضخ استثمارات تركية بما قيمته 500 مليون صحيح. جنيه في السوق المصري، وأن هناك حديث على أن الشركات التركية العاملة في مصر الآن يتجاوز عدد العاملين فيها من 25، يتراوح عدد العاملين فيها من 25 إلى 35 ألف مصري، وأن عام 2022 شهد أكبر قدر من القفزات فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين الدولتين، وأن حجم هذا التبادل وصل إلى 7 مليار من بينها 2.5 مليار صادرات من مصر إلى تركيا في مقابل 4.5 مليار من تركيا إلى مصر. كل هذه الأرقام تشير إلى أن الملف الاقتصادي يمكن أن يتحرك، ليس شرطا أن يكون مرتبطا أو مرهونا بالتحرك في الملف السياسي. هذا من وجهة نظر. تركيا تجيد إدارة الفصل بين الملفات بامتياز، يعني يمكن أن تدير علاقة اقتصادية قوية جدا جدا مع أحد الشركاء الإقليميين، ولكن في نفس الوقت الذي يكون هناك صراعات استراتيجية وصراعات سياسية حادة مع نفس الطرف، تركيا تجيد ذلك. ولكن للأسف الشديد النظام في مصر أو معظم النظم العربية لا تجيد عملية الفصل، بمعنى أنه يتم إذا حدث خلل في مركب يتم إغراق كل المراكب. نعم. وبالتالي إذا لم تكن هناك إرادة، حتى يعني في مرحلة من المراحل كان هناك رهان أنه بعد المصافحة أو اللقاء الذي تم بين الرئيس التركي أردوغان ورأس النظام في مصر على هامش بطولة كأس العالم في قطر في نوفمبر الماضي، كانت هناك رهانات واسعة على أن هذه المقابلة وهذا اللقاء يمكن أن ينعكس إيجابيا على درجة التطور في العلاقات بين الدولتين،
أنا ذهبت في حينها إلى خط مغاير، ومرت الشهور ولم يحدث شيء. هل يمكن أن تكون الكارثة عاملا فارقا؟ يمكن، ولكن من وجهة نظري أن الرهان على ذلك لا يتجاوز من 15 إلى 20%. شكرا جزيلا دكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، كنت ضيفي عبر سكايب. شكرا جزيلا.